مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. اليوم هنعمل إن شاء الله خبز من دقيق الحمص، طريقتين مختلفتين، سهلين جدا. يلا على الوصفة. دقيق الحمص مثل هيك بكون شكله. عندنا هان 2 كوب من دقيق الحمص، وعندنا كوب ماء. دائما نستخدم نفس الكوب لنفس الوصفة. التوابل هي اختيار التوابل. وهان عندنا نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة خميرة. نوضع 1 كوب ماء دافئ 220 جرام، والتوابل مثل ما حكينا هي اختياري حسب ذوقكم. ممكن نضيف ثوم، بصل، اي توابل. ملح معلقة صغيرة، وخميرة معلقة صغيرة. دقيق الحمص 2 كوب 250 جرام. بنوضع دقيق الحمص تدريجيا، بالتدريج بنوضعه حتى يقدر يقاوم الخلاط. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. هيك بنضيف الدقيق بالتدريج مثل ما انتم شايفين. المهم يقدر الخلاط يقاوم. حجم الخبز هو اختياري حسب ذوقكم حجم الخبز. أنا قسمتهم على 4. ممكن وضع البذور اختياري أيضا، وضع البذور، ولكن بيعمل نكهة طيبة. نجعل العجين يختمر لمدة 15 دقيقة. هذه مكونات الوصفة الأولى إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة. الوصفة الثانية 2 كوب من الدقيق نفس الشيء، 1 كوب من الماء، وعندنا هان ملح نص معلقة صغيرة، بيكربونات الصودا والخل، والتوابل طبعا اختياري. بنوضع 1 كوب ماء دافئ 220 جرام، وبنوضع بيكربونات الصودا معلقة صغيرة، وخل معلقة كبيرة حتى يتفاعلوا. نوضعهم بالخلاط. ملح معلقة صغيرة. دقيق الحمص 2 كوب 250 جرام. طبعا نوضعهم بالتدريج. بالبداية بنوضع كوب، وبعدين بنوضع الكوب الثاني بالتدريج حتى يقدر يقاوم الخلاط. هيك أصبح جاهز. ممكن نطحنه كمان شوية. كل ما نطحن أكثر كل ما كان أفضل. نفس الشيء الحجم، طبعا اختيار الحجم. أنا ممكن أعمل 3 صغار، واحدة كبيرة، مثل هيك يعني حسب ذوقكم. ممكن نوضع البذور أيضا، هي اختياري. بنشغل الفرن من أعلى والأسفل 200 درجة مئوية في الرف الأوسط، يجب مراقبتها. هذا ينطبق على الوصفتين. وهذه بعد ما تخمرت بعد 15 دقيقة حسب حرارة المنزل. طبعا الفرن نفس الحرارة الفرن. هذه بيكربونات الصودا، هذه مش محتاجة تخمير، هذه على طول بنعملها وعلى الفرن على طول. هذه أما الثانية لازم تتخمر تقريبا ربع ساعة نص ساعة حسب حرارة المنزل. هذا هو شكله. ملاحظة، يجب عليكم دائما التأكد من المكونات هل بتناسب وضعكم الصحي أو نظامكم الغذائي. دائما لازم تتأكدوا من جميع الوصفات هل بتناسبكم أم لا. وهذا المخمر مع الخميرة، اثنين تقريبا متقاربين لبعض. طبعا نتذوقها. بصراحة الطعم أنا ما عجبني، ولكن هذا أذواق. دقيق الحمص أنا ما بيعجبني طعمه، مثل العدس، خبز العدس عملته ما عجبني طعمه، ولكن أعجب ناس كتير. ناس كتير خبز العدس عملوه وكتير انبسطوا منه، ولكن أنا ما أعجبني. هذه أذواق. أتمنى لكم السلامة. في أمان الله.